بزاز مرحبا بك في شباب قسنطينة بعد العودة تاعك الرسمية اليوم. الله يسلمك، راني فرحان بزاف بالرجوع تاع الفريق تاعي شباب قسنطينة، وان شاء الله نكون في الخير ان شاء الله، وان شاء الله نديروا ان غران سيزون ان شاء الله. ان شاء الله. كيف كانت المفاوضات مع حداد؟ المفاوضات جرات بسرعة، البريزيدون حداد نقولوا ما ابلي عرض عليا العرض تاع رجع شباب قسنطينة وقبلت بدون تردد. بالمناسبة نشكروه لأنه كما يقولوا خمم فيا، وإن شاء الله إن شاء الله كما يقولون نرجع له لاموني، وإن شاء الله ندير غرون سيزون نفرحوا إن شاء الله الفريق إن شاء الله. الله، كلمة لموقع أنصار شباب قسنطينة والأنصار شباب قسنطينة. خويا شباب قسنطينة كما يقولوا راهم عزاز على قلبي، إن شاء الله نفرحهم كما فرحت من قبل. وبزاز راح بور انو درك ولا ان شاء الله يجيب ان غرون بلوس، وانتظرونا ان شاء الله في لا سيزون ان شاء الله. بزاز حكينا على المشوار تاعك من مولدية وهران، قداه مقابله لعبت قداه؟ الحمد لله المشاركه تاعي كانت كبيره، تمكنت باش نلعب كامل المقابله تاع الشامبيونا، رطيت ان ماتش كنت رومبلاسون، ولا كوب لعبت برسك كامل لي ماتش الحمد لله، درت ان غرون سيزون والمشاركه تاعي فعاله وخلتنا نحتلوا المركز الثالث ونرجعوا كما يقولوا المكانه تاع مولد وهران اللي كانت تعني باستفاقه كبيره منذ عده سنوات. بزاف بعد الرجوع اليك شباب قسنطينه، ما هو الهدف تاعك اللي رجعت عليه؟ بالتاكيد شباب قسنطينه لعبت فيه عده سنوات وما حصل لي الشرف باش نربح ان تيتر مع الفريق هذا، والامل تاعي قبل ما نحبس الكارير تاعي في العامين هذو ان شاء الله نربح انتيتر للفريق هذا. يعني بهذه الكلمه يعني بزاف غيختم المشوار تاعك شباب قسنطينه رسميا؟ ان شاء الله بالتاكيد 100% ان شاء الله نختم المشوار في شباب قسنطينه ان شاء الله. بارك الله فيك.